السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي داير اخواتي؟ لاباس بخير مزيانين هانيين على بركه الله. اليوم غنوريكم واحد الوصفه اللي نقدروا نفطروا بها نديروا بها الكوتي. هاد الوصفه ديال الباغيت بحال الباغيت دابا بقى شريط عندنا بحال شريناه اليوم وبقى الغدا ما نضيعوهش. انا راه قطعته هنا كنوريكم، هذا بقى عندي من البارح. شنو ندير له؟ ندير له طريف ونحطه في الثلاجة على تحت او في الفران على ليله وحده، والصباح ندير لعائلتي او وليداتي او لاي واحد. المهم ها هو قطعته، ها هو طريفاس. هذا دابا انا درته باش ندير به الكوطي، ها هو قطعته طريفاس او نفطر به. يعني ماشي تشريه جديد، بحال شريتيه اليوم وبقى لك الغدا، بقى لك على الشريط ما تضيعيش. اللي غندير فيه الحليب وغندير فيه البيض. انا دابا درت هنا جوج بيضات والحليب على حسب كاس كاع. دابا خوتي شنو غندير؟ غنقليه في الزيت، ولكن الزيت راه ما عنديرش بزاف، انتما غتشوفوا معايا. غندير غير واحد شويه عباش يتقلى البيض. ودابا ان شاء الله غنوريكم الطريقه. ودابا خوتي غنبدا على بركه الله، بسم الله. انا ما دايره فيه حتى اضافه، انا بغيته بحال هكا، ما ندير فيه لا ملح لا حتى حاجه. بسم الله. البيض ها هو راه يدي نقيه مغسوله الحمد لله. نديرو هنا صافي البيض هانتي طوالو كيجي زوين رائع. ما كنبغيه كنديرو نغطسو في الحليب ونغطو في البيض. ها هو غنكملو ونرجع معاكم. يعني كنديرو في الحليب وكنردو في البيض. هانا نعاود معاكم، هيا كنردو في الحليب. انا دايره ديك المعلقه كنحرك بها البيض. نكمل كمل تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله. وصافي انا دابا درتو في الحليب وفي البيض، ودابا غندير المقله باش نقليه. انا درت واحد شويه تاع الزيت، ماشي بزاف هانتوما، عشويه ماشي بزاف. دولا نقلي فيه الباكيت. دابا خوتي الزيت سخن، غنبدا نقلي الباكيت. دابا غنبدا نقلي ان شاء الله. كاين ما يبدا الانسان اي حاجه ما يضيعهاش. انا هذا مره كنديرو في الدار، وباقي المزيد كاين ان شاء الله. دابا من عيط طيب انا ولا نقلبو. دابا انا قلبتو، ها هو كيجي زوين وهشيش. انا حيدت هذاك ونعاودو الاخر. ها هو حطيته ان شاء الله. ها هو حطيته كاعيط ينشف، ها هو كيجي رائع زوين. كندير طبقه بطبقه، يعني كنقليها بواحد شويه الزيت، ها كيتصهر كنحيدو. ها هو غنكمل هادو يتقلاو ان شاء الله، وكملوا معايا لا فيديو حتى الاخر.
خوتي ها هي الباكيت اللي زينته هو اللي ندير به الكوطي ندير به الكوطي دابا ونزيد عليه واحد المكون اخر نسلق البيض اللي نديرو بالكمون والملح هذا اختياري يعني ناكل اي حاجه خواتي تاعي نشاركها معاكم البيض ها هو غسلته وغنسلقو البيضة دابا هادي المقلاة الكسرونة دايرها على السلاق هاهي ندير البيضة تيتسلقو وغندير واحد شوية الملحة شوية هاهي هاهي باش نسلق البيض ها البيضة خوتي نخليه يتسلق على خاطرو أكلة الباكيط هي هادي ودرت مع برد ديال الاتاي اللي درتو بالشيبه قلت يا خواتاتي ديروا اليوم بالشيبه نشرب الشيبه كتعجبني صحيه وهذه الوقيته ديالها بقى دابا على البيض تسلق قلنا كل واحد شنو باغي ياكل خوتي خواتاتي ها الباكيط اللي شريت واللي المهم شريتو البارح وبقى شايط لي وحافظت عليه كندير له شي منيديل ونحافظ عليه في الفران او في الثلاجه كنحافظ عليه وكنولي نصايبو بالبيض والحليب كيجي رائع وهالاتاي بالشيبه وهالبيض اللي سلقت هو هذا اللي عرفتو مع الكمون والملحه يعني تيجي رائع بالكمون تقشري البيضة وتمرمديها بشوية الملحة الملحة حسب الذوق والكمون راه صحي والكمون أحسن الكمون تشريه حبوب وتطحني على يدك كيجي رائع وهذه الأكلة ديالنا البسيطة اللي شاركتها مع خوتي خوتي خواتاتي كنتمنى التشجيع وغتشوفوا الجديد إن شاء الله خوتي بالصحة والراحة بالصحة والراحة كنتمنى لايك 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 وتشجيع وحنا خواتات واستفدي مني واستفدي منك وهادشي اللي غنقول لكم مع السلامة